معكم لي ملفنا الثاني واللي بنتكلم عن تعدد المهارات ما بين الاتقان وقلة الانتظار. واكيد دي الرأيين طبعا مختلفات تماما، ودائما في تعدد المهارات ممكن واحد يقدر يعمل كم حاجة ويقدر يكون منجز لو هو حبه، لكن ده كله احنا هنعرفه من خلال ناشطة الاجتماعية والكاتبة الروائية رؤى الحكيم. اهلا وسهلا بك، صباح الخير. صباح الخير عليك يا تسنيم، وصباح الخير على الساده المشاهدين كمان. الله يسعدك يا رب العالمين. احنا في البدايه هنعرف الساده المشاهدين على يعني معنى كلمه مهاره. المهاره او انا بقول انه هي برضه موهبه، اقدر انه انا اكون متميزه بحاجه. انا مؤمنه تماما بانه ربنا خلق في كل زول حاجه بتميزه عن الشخص الثاني، فهنا احنا نجي نقول انه انا عندي مهاره، سواء كنت حاجه كانت جواي قدرت انه انا انميها، اكتسبتها حاجه اداني لها ربنا. فالمهاره او الموهبه هي ذات المعنى يعني. تمام، المهاره والموهبه نفس الحاجه. طب كيف اقدر اطور ما بين الحاجه دي لما هي تكون جواي وان انا عندي مختلف عن الباقي؟ طيب انا بالنسبه لي يعني في مهارات زي ما قلت لك ان هي حاجه بتكون مميزه ربنا بخطها فيني، بحس انه مثلا بالفطره انا اقدر اكون زولا صوتي جميل، اكون مذيع. كمان ممكن يكون عندي الموهبة بتاعت انه انا اكتب، اقدر انه انا اسيق بصورة كويسة. في مهارات تانية بتحسي انه انت مثلا اذا انت اجتهدتي اكثر اكتسبتي اكثر، ايوه هي بتبقى مكتسبة. انه انا اطور نفسي اشتغل عليها، مثلا الناس اللي بيشتغلوا الاشغال اليدوية، الحاجات اللي زي كده. طب في ناس بتستغل المهارة دي وبتكسب من خلالها عيش. تمام. فاحنا كيف نقدر نسلط الضوء على مهاراتنا؟ يعني دي هنا حتكون زي معلومات كده مركزه وسريعه جدا كمان للساده المشاهدين، على اساس انه اي واحد هو بيمتلك ليه مهاره معينه وحاسس نفسه انه هو مميز في الحته الفلانيه، كيف يقدر من خلالها ان هو بيعيش نفسه، ان هو يعتمد عليها كمصدر بتاع رزق المطلوب منه شنو؟ طيب هنرجع طبعا لفكره اكتشاف ذات جواي كيف. طيب مثلا ممكن ارجع لك بنفسي انا اللي ورا، قبل 5 سنوات أو 6 سنوات كنت شايفه انه فكره الكتابه حاجه بعبر بها عن الحاجه اللي انا حاسه بها. شويه شويه ستيب باي ستيب الناس بقت قادره تفهم من خلال السوشيال ميديا. انا بالنسبه لي السوشيال ميديا هي الاساس، يعني انا اقدر اطلع نفسي بصوره كويسه شديد، اقدر انه انا برضو اكتسب مال او حاجه بالشكل ده. فكيف اقدر اوصل المعلومه؟ كيف اقدر اسوق لنفسي؟ كيف اقدر اظهر نفسي بصوره كويسه؟ الحاجه دي هنا انه انا حاكون قادر افهم انه انا ماشيه لاي مدى، دايره اعرف الحاجه حق قديش، معرفه المهاره اللحظه ديك انه انا ما اكون انسانه مشتته. ممكن الانسان يكون عنده مهارتين ثلاثه عادي، لكن انا بسلط الضوء على اكثر حاجه اكون انا قادر ابدع فيها، الفكره بتاعت الشغف والحب. انت تحب الحاجه اللي انت بتعملي فيها، بعد كده اقدر اسوق، اقدر اظهر الحاجه دي. لما زول يجي يسالني انت بتكتبي ليه، اكون قادره اجاوب. لكن ما قادره اجاوب معناته انه انا ما عندي هدف، ما عندي شغف اتجاه الحاجه. فالاحساس بالحب اتجاه الحاجه قادر انه يوصلك للحاجه اللي انت دايراها. بلس انه السوشيال ميديا انا بالنسبه لي هي في التوب حاليا. انا بالنسبه لي انه انت عاوز تسوق لنفسك، تقدر انه انت تعمل لك صفحه تقدر تذكر اسمك بصوره كويسه، تقدر تكتب في البايو بتاعك انه انت شنو اساسا. طيب بعد كده بتقدر انه انت تتصل. حقيف على يعني ده هنقسمها لحتتين، يعني الحته الاولى اللي هي جانب بتاع التسويق لتسويق الشخصي عموما. فاحنا تربينا على فكره انه الواحد يكون متواضع وانه هو ما يقول بيعمل شنو الكلام ده، طبعا زي ما عارفين كسودان. لكن في نفس الوقت الحاله دي بتخصم مننا، انت مثلا لما تطلع وتتعامل مع دول خارج السودان او مع شخصيات يعني ما سودانيه، بتلاقي انه انت لا محتاج انك انت توري انك انت بتعمل في شنو، انه شغال وين، ممتلك اي مهارات، بتحب شنو، فتعرف تماما تعرف عن نفسك. فدي مشكله ما بين انه الحاجه اللي احنا متعودين عليها في السودان من جانب التواضع، وما بين انه لا احنا المفروض نسوق عن نفسنا بصوره كويسه. كيف نقدر نوزن الحته دي؟ الوزن بتاعت الحته دي انا بالنسبه لي ثقه الزول هي الاهم. ممتاز. يعني انا لو ثقت في نفسي تماما، عندنا هنا في المجتمع السوداني السلبيه اكثر حاجه، ممكن ينتقدوك. انا بالنسبه لي الانتقاد ممكن يرفع الزول. يعني ممكن ما اقدر اضرب مثل بحاجه، لكن هنا في ناس ما عندهم محتوى اساسا، عابرين. تمام. عبرين في لا شيء. تمام. لكن انا عندي حاجه واثقه في نفسي انه انا حاصل، حتى لو حابدا ببسيط، يعني لو البوست فيه 5 لايكات ما اشكاليه. لكن انا عارفه انه انا عندي رساله، يوم ورا الثاني، اجتهاد ورا الثاني، اثبات ورا الثاني، انا حاصل.
وقت ما اصل ده انا حكون متاكده تماما العقبات اللي واجهتني انا عارفاها هي شنو، لكن ما في زول عارفه. هسه في ناس بدت وعبرت شديد، يعني حتى الناس اللي برا بدوا بحاجات ضئيله شديد، بمجتمع ممكن يكون في لحظه ما استهتر بهم، لكن في الاخر الانسان وصل. فبالنسبه لي اثق في نفسك تماما، خليك عندك قدره كافيه بانه انت قادر، يعني ما انت قادر بتاعت التنميه البشريه اللي بتتقال لنا دي، لكن انه احنا بجد قادرين. فبرضه حنرجع لفكره الشغف والحب اتجاه الحاجه اللي انت بتعملها. ممتاز. طيب الجانب الثاني اللي هو السوشيال ميديا، معي برضه هي سلاح ذو حدين، اوقات ممكن ترفعك وممكن تقوم تنزلك، كيف الناس تقدر تتعامل معاه؟ انت مفترض تحمي نفسك كيف لو انت داخل على مجال السوشيال ميديا واستخدمته زي ما انت يعني ذكرتي في الجانب بتاع انه هو لازم يكون حاجه نتجه عليها في جانب التسويق في غيره حتى عن نفسنا يعني. والله أنا شايفة إنه السوشيال ميديا إذا أنت عاوز تظهر بالشكل الكويس من غير ما إنه إنسان يجي ينتقدك أو يديك كومنت سلبي أو كده، قادر تعمل الحاجة دي. أنا ما بدي صقرة معينة، طالما فتحت الصقرة دي للناس هم حيجوا يدخلوا فيها، لكن هم أساسا منتظرين. فأنت حاول دائما إنك أنت تكون في شنو في السيف سايد، في نفس الوقت اشتغل حاجاتك اللي أنت دايما تعمله بغض النظر عن الكومنتات. يعني انا حكون عارفه نفسي انا بعمل في حاجه كويسه. الثقرات بتاعت السودانيين معروفه، يعني اول حاجات بتاعت المجتمع الحسي حاليا انه انت حاجات معينه كده هم ما بيتقبلوها. انا مع انه في حاجات هي عيب ما مفروض انها هي تدعمت، لكن في نفس الوقت انا عندي حاجه دار اصليها، حاصليها بالطريقه الكويسه، ما حاصلها باي طريقه ثانيه. طيب فيما يخص الشباب اللي هو بيمتلك لكذا مهارة، انت ذكرت ممكن تكون حاجة إيجابية كويسة لو انت عرفت انك انت تكون شغوف تجاه الحاجة اللي انت ممتلكها وحابيها، فحتقدر انك انت تكون ناجح في كل ده. بس اوقات برضو الناس بتشوف انه فيها جوانب تانية ممكن تكون سلبية، انك انت هتكون مشتت، انك انت هتكون بتعمل في كم حاجة في نفس الوقت، انه انت ما حتلحق على انك انت تكون رهيب في ده ورهيب. فالحاجة دي كيف برضو يقدروا يتعاملوا معاها كثلاثة اتجاهات او اتجاهنا بغض النظر عن كان شكل التعدد في مهاراتهم شو؟ طيب الحاجة دي حاليا انا عايشاها. هي حاجة حلوة شديد. انا بالنسبة لي الانسان العاوز يصل بتعب. التعب ده هو اللي بحسسك بالعظمة بتاعت النجاح، وانه انت يعني راضي عن نفسك، راضي عن الخطوات اللي انت عملتها. فانا مجال دراستي ما عنده علاقة بالحاجات اللي انا بعمل فيها، لكن في نفس الوقت دوام من الصباح ارجع بعد كده اشوف الحاجات الثانيه على قدر ما بكون تعبان، انه ممكن يكون من الصباح خلاص خلصت دوام الساعه 4 4 ونص، امشي ثاني برنامج، امشي ايفنت، اكون مثلا عندي ورشه عندي الحاجات، لكن اخر اليوم وانا عايزه انام بكون مرتاحه ومبسوطه شديد. يعني يا روي انت عملتي حاجه كويسه شديد. فلما يجي الناس يجي يتكلموا احساس كيف قادره توفقي، بعد مرات ما بقدر اوفق، مرات كثيره بفشل، لكن ايوه مع الظروف على الحاجات، لكن في نفس الوقت يعني طالما انه انا ساعيه حسب الرضا اتجاه نفسي، فالإحساس بتاع الرضا هو كفاية جدا لأي شيء. حلو. طيب عايزك برضو تدي زي معلومة في الجانب بتاع إنه كيف يقدروا يرتبوا مثلا جداول بطريقة تكون كويسة تكون مناسبة ليهم، كيف يعملوا أولويات، لأنه ممكن حاجات هي تمشي لزوايا تانية وتكون أنت ما لحقت على ولا واحد. طيب في حاجة أنا دائما كنت قاعدة أذكرها، إنه حتى بداية السنة أزول يرتب نفسه، يعني من البداية أنه أنا أخذ أهداف صغرى وأهداف كبرى. كيف أقدر أصل للحاجات دي؟ الأهداف الكبرى بالنسبة لي هي من الحاجات الصغيرة صغيرة شديد حأصل للحاجة اللي أنا عايزاها. لكن بالنسبة لي الكتابة والترتيب، يعني أنا ممكن أنزل المهام بتاعت الأسبوع، أنا بكون أصلا منسقة، عندي الورشة الفلانية، عندي الإيفنت الفلاني، عندي الحلقة الفلانية، شغلي برضو في نفس الوقت هو ثابت. فأكتب الحاجات، الكتابة ذاتها بتبرمج العقل الباطن إنه أنت بتقدر بتعمل الحاجة. حلو حلو. طب يعني حتى بتاعت الكتابة دي، الكتابة يعني أنت بتحكي عن ممكن يكون اليوم كله أنت في تفاصيل وكده، ولكن طب كيف العشر دقائق الأخيرة أو 15 دقيقة ممكن تكتبي فيها سطرين ثلاثة أو صفحتين ثلاثة؟ إحساس روعة هنا بكون عامل كيف وتفاصيله؟ بعض مرات في حاجات انت عارفه ذول احساس منه وخلاص داير انه يذكر الله في حاجه. معظم الحاجات في لحظات التعب ولحظات الخلاص الاخيره اللي انت بتتكلم عنها دي بتطلع حاجات رهيبه شديد، في افكار حلوه شديد، في يعني حتى اكثر البوستات اللي اتكتبت بصوره كانت ضابطه شديد هي كان في اللحظات بتاعت العشر دقائق الاخيره دي. فدي اللحظه اللي انت بتكون حاسه بالله في يعني في حاجه انتهت، لكن في نفس الوقت انا انجزتها، انا راضي عن نفسي، انا بستحق الحاجات دي. فالاحساس انا بالنسبه لي زول يشتغل مع نفسه اتجاه نفسه. حلو. بس ده الاهم يعني. تمام. هديك برضو مساحه اخيره رساله توجهيها لمجتمع الشباب في السودان. طيب الحاجه اللي عايزه اقولها بغض النظر عن الظروف،
بغض النظر عن الضغوطات والعواقب والحاجات الكثيره شديد. انا واحده من الناس ممكن اكون في لحظه ما بتحجج انه انا عاوزه اسافر خلاص يعني تعبت، لكن بجي بلقى ثاني يوم الصباح انه لا ليه اقعد وانجز في نفس الوقت، اقعد واخذ بصمتي يعني في الاخر زول حتى لو سافر، نحن دائما خاتين فكره السفر والحاجات دي، لكن انه حاخذ بصمتي برا انه انا سودانيه انجزت عملت الحاجات دي. فاشتغل وعافر علشانك، خليك عندك ثقه كافيه جدا بمهاراتك وبقدراتك، وانه احساس التمييز انه ربنا مميزك، وانا عندي يعني حاجه مقتنعه بها تماما، طالما ربنا اداك الفكره في راسك طالما انت قادر اكيد بلا شك يعني انت حتقدر الحاجه دي، حتقدر انك انت تنجزها اكيد. انا شكرا لك جدا صراحه وجودك معنا، وربنا يوفقك يا رب العالمين ويجعل البركه في كل ايامك الجايه، ودائما تكوني ناجحه ومتفوقه. شكرا ومتميزه كمان في كل حاجه انت بتعملها. شكرا جزيلا لك، الله يسعدك يا رب.